اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين. اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين، برحمتك أستعين. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم إني توكلت عليك فأعني ووفقني، واجبر خاطري جبرا أنت وليه. يا رب أدعوك بعزتك وجلالك أن لا تصعب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرا، ولا تحني لي قامة، ولا تفضح لي سرا، ولا تكسر لي زهرا. اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد. اللهم إني أسألك القبول بين الخلق، وأن تسخر لي ملائكتك وجنود أرضك وكل من وليته أمري. يا رب استجب لي ما أعجز عن قوله، أنت أعلم بكل دعوة تحتبس في قلبي ولا أعرف كيف أرفعها إليك. رب اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما يعلمون. رب استودعتك أيامي القادمة، فاكتب لي فيها كل خير وأدفع عني كل شر وبلاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.